السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلام كدين. مرت الشرفة. هرر كذا كل جوا. أنا من بدو من شكرين. والدين تا. أرضينا. معلمين تجامعة. شغالة جامعة. لما أنت صاح حاضر في حفلته مركلة وحن الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سلام كذي هذي أن وحي الكتاب جامعة بلاسما وما أنت أن كل بالتقينه سنة الدور دي سنة الدونات بس مركلة سنة كسينه حفلته غالبا تكون الدونات جامعة بلاسما سنتي لبكم يشتن تلاعظة جامعة وحان لغو تلاعظة معهد صوصارة دبلومة وشي باريالة وحاوه ريسي خلجين كل ريسي وحيد عليك لبكم سجيني وعرضيها وشان يصدن أرضي مكتب الجنسي أو الدبلومة أو شيبارة كذلك جامعة وحا قدر إيضا جامعة قدر إيضا سرع هي قوامية من أولو بجلو جامعة إلا لبطن يوشان في إلا مانتا جامعة وحا كتل الجنسي أرتي كرو الكارثة لحكم لو بغيتكم أرتي ما تفضل هم على الجبريتا أنا رأينا سودة برضو البرنامج في جامعة سنة كان أنا سجوله في سارة با فرقريانو وصل وقصو ديري وكالنجلين تسوهور ريدا عن ربع حرسنا كبلاو وحا سنة كان وصل أرضي بشرة تقريب قادم يسا وصفر الجداري وعمل في موريكي وحي كالنجليان وصفات الوريكي وعكرا دفعت الكوارد أرضي Information Technology نحوي و IT وعكرا دفعت الكوارد سنة كاملة وعكرا سنة كوارد أرضي بارتي وحلو يغانا Development Study ويروا مثل ورئيسي فالنجريان أرضي كان واجهتا وصوصوا إن شاء الله وحكى لسنة كان عصوم أرضي كفتة لانتما ليسا كلية أكاونتين وحكى لسنة لانتما ليا كلية ميدوائي انت صحوائي وانت صحبت وشارك وقلنتما سوى هذه مركان أحسن كلية تكتبة كرادة أرتي كتبة لجمال إيسا أحسن كلية كوب الأولى جامعة وحتى الأولى إيسا وكلية اللامكة وحق لجمال إيسا بغض أفرطان في أفر أرتي أرتي إن شاء الله يكتب الدونان أبتدي كله أصحاب طلاب ووطن دافي سلسوين دوغا إشبارة كشغية ميركة سوى تكتب حوالي مهتية ريسا أرضي جامعة بلاسنا والله بشتال دوغا كلية اللغات هو كلية نيرسنة وحاق الانجغينية بغالي اللي حرضي
كليات التدحات وملوايبري ومكور الهدهات لح أرضية تقلق منها كليات هي اللي قال مني سنة وحق اللي جبنا يا أرضية شان طبعا أرضية كليات مدرسين يسلتري وحق اللي جبنا يا طلبات يسلتها كليات باب الحرس عن أحمد الجود وحق اللي جبنا يا لحن إلى أرضية كليات ما موجود أما بيس سنتنا وحق اللي جبنا يا قنطن إلى الأرضية كليات إسلامي بانك إن فاينانس وحق اللي جبنا يا لراتن سجل أرضية كليات أكاونتين وحق اللي جبنا يا لراتن سجل أرضية كليات كمبيوتر ساينس وحق اللي جبنا يا سلطان يا فرنسي كليات تيليكومونيكيشن وحق اللي جبنا يا لباتن أرضية كليات بيراه وحق اللي جبنا يا ثمانية سجال أرضية كليات أحمد وحولها وحق اللي جبنا يا لباتن أرضية سيفل إنجينيرينج صدوة أرضية إنفورميشن تكنولوجي سلطان لباتن أرضية شريعة اللو وحق اللي جبنا يا سجال كون أرضية ديفلوبمنت ريسيرشز لواتن ارتين بابل ادمنستريشن وحق اللي جبنا يا سلطان السيد ارتين وحا كلام هو حتى فديا ارتين ديفلوبم قال ان الله ما صنع وحي تكل سعودان كليات بيزنس ادمنستريشن وقال سلطان ارتين وعلي ديفلوبم لبطن وحق القادم يا ارتين تكل جبنا يا ادمن Public Administration and Political Science, Qatar is here and there. Gulahan, our day that I'm going to tell you, the alcohol will go to the front of the world. Our day, what are you going to do? What are you going to do? What are you going to do? The man talk, the group behind him, the attention. إن هران فرصة تكون مركا دسكا هايا فرصة شغل وحكاة إن إن الباب الفران وحكا لهم فاهمين أدعك التقار كورت إلى يحبار شد وطان فدام أي سورتا هاي نقار كورت يحبار شد وطان وحكا فاهمين تسجيلات مباحنايا أنا غضب وطن جديدة أم جديدة مركة هي لا فرصة يا رما أنا كنا يحصان أنا سوي جدا يعني هذا كمان يقول داري أمورنا وحا مركة أم هم بلينا يا أرديد على جبل السادة مانتور هو لبنتور هي معلمين في كسور جدالي إن شاء الله لذلك المجلس كبرى وحبر شروع بلو وقلن بدل شوي وحكوا سواء إن مصر قالت وحكوا سواء إن مديسورا قالت مرحلة دلالو سنكلة قوم كسو وحبرتي جامعة بلا سنكمدة وأرضا سنكمدة وحكوا دير قل يا أنتو شقق إن لسيسو بلاهي وحكوا دلاشا you can create your own history Kakak awal asalnya sengkarta. Jangan sebalas mana, wajar utai. Oki arde lekam ada, orang lagi ada. Mesroh sama wah, lepas pelengkar. Jangan ini lah. Maka entah sen sokoi ada ke ya, zaman ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Semua salatu wassalamu ala ashrafil mursalin. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وبعد لما ربناها لبدا كنا إيه ما أنت ما بيش في إني نلبي رجال نروح على لبنانك ربناها كسر ذا قالها وزير هذا
sidoo kale agaasinka tacliinta sare ee wasaaradda waxbarashada iyo hay'adaha tacliinta sare ururada bulshada rayidka ah madaxda nagala jeedka xafiiska madaxtooyada mas-uuliyiinta kala duwan ee sharafta leh ee nagu shartay inay maanta nagala qayb galaan munaasabadan qaaliga ah waan kaga mahadcelinaynaa waxaan idinku salaamaynaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu salaanta kadib waxaan dareemayaa dadka inay muddo wadeen hambalyeynta marka qofka soo halkan yimaado waxaan marka u horeyso hambalyeynaynaa qalinjibiyaheena maanta aan u dabaaldegayna munaasabadiisa oo halkan aan ku xusnay waxaan idin leenahay hambalyo 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 waxaan u mahadcelinaynaa waalidkii gacanta ka geystay inaa waddada dheer soo martid ku dhiirigeliyey ku garab istaagay xilliga adkaa ood u baahnayd waxaan u mahadcelinaynaa barihii maalin kasta kuu taagnaa ee kugu soo dhoweynayay jaamacadda ee ku barayay kuguna samaynayay isbeddelka maskaxeed ee aad maanta dareemaysid waxaan leenaha barayaal aada u mahadsantihiin shaqadii aad qabateenna maasha allah mirahayda ayaan gaarnay xilligaan furanaynay waxaan rabaa inaan u hambalyeeyo xubnaha kale ee maamulka ee naftirkooda gacanta weyn ka geystay inaan maantao kale soo gaarno intaa kadib waxaan leeyahay qalinjabiyaha waxaa erga waa qalinjabin ayaa layidhi laakiin sida badan waayada iyo waxaa lagugu celceliyaa qalin bedelasho maxaa yeelay waxbarashada waxaa kacaya darajada aad istaagaysid iyo fogaanta aad arkaysid laakiin ma jirto goob ay ku dhammaato waxbarashada haddii aad halkan taagan tahay waxaa laga yaabaa viewgaaga ama inta aad arki karta inay ku eg tahay positionkan aad joogtid laakiin haddii aad raacdo diyaarad ama aad raacdo yani dabaqad sare aad sii gaartid ma jiro meel aad ugu tegaysa adduunka ay cir iyo dhul iska qabtaan maadaama aad arkayn meel cir iyo dhul iska qabtaan ma jirto goob waxbarashada ay ku dhammaanayso oo gaarayso laakiin dabaqadda iyo aragtida aa wax arkaysid iyo fahankaaga iyo fasiraadda aad nolosha ka haysatid ayaa kor u kacaysa marka waxaan leenahay waa munaasabad qaaliya oo aad ku bedelanayso qalinkii heerka koowaad ood ugu gudbaysid heerka labaad dhammaan waa laydila dardaarmay dadaala intii aad waxbarashada ku jirteen maalin kasta ayay jaamacadda gacanta ku haysay isbeddel inuu kugu sameeyo istraatiijiyaadka jaamacadda waxaa ka mid ahaa in ardayga marka uu marayo sanadka labaad loo diro suuqa shaqada waxaan rabaa inaan warbixin ka siiyo dadka kasoo qayb galay martida ah number culus oo ka mid a qalinjabiyaasha maanta waa shaqaale shaqeeyo oo caadi magaalada howlo ka qabta maxaa yeelay marka ay gaaraan sanadka labaad wixii ka dambeeya waxaa loo soo loo beddelaa xilliyada waxbarashada say ugu suurto gasho inay suuqa shaqada la falgalaan xilli hore waxaa kaloo sidoo kale aanu samaynaa yacni mashaariic dufcooyinka qaar kuliyadaha qaar gaar ahaan kuliyadaha curadkooda lala fuliyey tusaale kuliyadda beeraha iyo xanaanada xoolaha dufcadii koowaad waxaa loo sameeyey mashruuc kambani ay iyaga leeyihiin oo jaamacadda la maalgelisay waxaa ugu dambeeyey kuliyaddii hadda ka baxday ee medicinka qaarkood kliniga ay samaysanayeen ayay jaamacadda la maalgelisay marka jaamacaddu markas waxay u taagan tahay dufcooyinka baxaya inay ku samayso maalgelin iyo garab istaag inuu mashruucii ay abuuranayeen ee shaqo abuurkaa gacan laga siiyo waxaana rajaynaynaa dufcada hadda oo injineerinka ayaa ugu horeyso civil injineerinka 8 arday ee ka baxay waxaa jira brojekti hore ay soo gudbiyeen oo rajaynayna mar dhow inaan u hirgelino oo ah consultation iyo construction company oo iyaga ay maamulayaan oo jaamacadduna ay maalgelinayso waxaan weli marka soo dhoweynaynaa dhammaan xubnaha kala duwan ee aluminaiga ku soo dhowaada naadigii aluminaiga number badan oo hortaa qalinjabiyey waxaan rajaynaynaa inaan dib u kulanno si fiicanna u discuss garayno maanta waxay ahayd munaasabaddii dabaaldega waxay nasiib u yeesheen ducada hadda baxaysa college shanta college ee kala duwan in la siiyo deeq waxbarasho oo boosto graduate ah marka numberkeedana insha allah waxaan la wadaagaynaa guddiyada ardayda 100 kursi waayo oo loo qaybiyey labaad yacni shanta college
oo college kasta la siiyo 20 kursi oo deeq waxbarasho postgraduate ah. Aadaa u mahadsantihiin waxaan gaarnay sanad guuradii 15aad saaxiibadii iga horreeya soo xusay balaasna waxay ku bilaabatay yaraan sida dabiicigaana waxaa la rabaa shay kasta oo sunanka ka mid a inuu ku soo bilaabdo yaraan laakiin weynan uu usoo dhammaado hadduu weynan ku bilowdana dhinaca kalaa laga sugayaa marka balaasma yaraantaasay kusoo bilaabatay waxa ay ku dabaaldegtayna waxaa waaye yacni 15 sano oo guul iyo iskutashi ah guul iyo iskutashi ah isloganka jaamacadda waxaa waaye baahinta waxbarashada u ah educating the whole nation yacni marka aad aragtay slogankaas ah in bulshada yacni meel kastay joogto waxbarashada la gaarsiiyo bulshada kuma sugna caasimadda oo keliya waxay degan yihiin gobollo iyo degmooyin iyo goobo kala duwan jaamacaddu waxay ku dadaashay in adeega waxbarashada la gaarsiiyo intii suuragala adeeg waxbarasho oo tayadiisa wanaagsan tahay si loo qaado culayska ku imaanaya waalidka soomaaliyeed ee ilmihiisa raba inay waxbartaan ee jooga gobollada kala duwan marka sidaas darteed ayay jaamacaddu ku gaartay goobahaas waxaan rabnaa marka inaan dhammaanteen isu xil saarno horumarinta dalkeenna culayska dalka oo la xaliyana qayb weyn waxaa ka ah adeegyada bulshada u baahan tahay oo la geeyo degmo iyo tuulo kasta maxaa yeelay marka la baahiyo adeega bulshada oo qof kasta loogu geeyo goobtiisa culays kuma ahaanaya caasimadda laakiin marka adeega nolosha lagu soo aruuriyo caasimadda qayb waxay ka ahayd sababihii keenay burburka dalkaas uu burburay waxaan rajaynaynaa marka inaan qayb ka qaadano taas ba'da waxbarashada kalena nala qaadato aadaa u mahadsantihiin dhammaantiin asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu mas-uuliyiinta iyo dadka sharafta ciidamadii waa isaaa salaas kadib xamaladda dhammaan ujeedinaa doodaaaasuuti shalay ka soo qayb galo xaflada qoroxdaooda xafladaas dartii loogu soo baxay miyaadu soo celinay shalay
Thank you.